كنت عايز اربط بس بين ماتش بكره او ابتداء من بكره سلسله المباريات اللي عندنا الفتره اللي جايه ان شاء الله، على فكره محليا وغير محليا، التفصيله بتاعت اهدار الفرص دي فعلا تفصيله لازم يتوقف عندها، لان خلي بال حضراتكم يعني حتى المباريات اللي انتهت لصالح النادي الاهلي وبنتيجه 2 و3 و4 في بعض الاحيان، لو ما كانش عندنا هذا الكم من الفرص المهدره كانت النتيجه بتاعت كل ماتش منهم لا هتبقى الارقام والسكور يعني بعيد تماما عن هذه الارقام. على كل الاحوال احنا لغايه دلوقتي نقدر نقول ان احنا ماشيين بشكل جيد جدا، محتاجين ان احنا نظبط بقى شويه الرفايع اللي احنا عندنا عليها شيء من التحفظات، لكن ان شاء الله الفتره اللي جايه النادي الاهلي ده وجود محليا وقاريا وعالميا كمان، اخذا في الاعتبار مشاركه النادي الاهلي في النسخه اللي جايه من كاس العالم للانديه. تعالوا بقى نرجع لكلامنا عن الدوري وعودتنا بكره ان شاء الله لمباريات الدوري اللي زي ما كنت بقول لكم هنستهلها بلقاء سموحه. طبعا بنتكلم على فريق قوي تحت قياده الكابتن احمد سامي، وزي ما قلنا قبل كده يعني مرات ومرات اي فريق، وانا هنا مش بتكلم ولا باسقط على سموحه، احنا بنتكلم في المطلق دايما لما بنيجي نتكلم في التفصيله دي، ان اي فريق مهما كانت نتائجه، مهما كان مستواه، مهما كان حجم تواضع ادائه واداء لعبته، بيجي قدام النادي الاهلي ودايما بيكشر عن اي انيابه وبيحاول على قد ما ربنا يقدره ان هو يقدم افضل ما لديه. عموما فيما يتعلق بسموحه، نتائج سموحه معتدله انجاز التعبير حتى هذه اللحظه، لعب في الدوري لغايه دلوقتي 6 ماتشات، فاز في 2 وتعادل في 2 وخسر في 2 وبيمتلك 8 نقط. النادي الاهلي بقى في المقابل لعب 5 لقاءات، فاز في 4 وتعادل في لقاء واحد، وهو حاليا متصدر الجدول برصيد 13 نقطة ولسه كمان عندنا ماتش مؤجل. طبعا كل فريق يعني اكيد عايز يحصد ال3 نقاط، كل واحد اكيد من مصلحته انه يعمل ده، الاهلي عايز يحافظ على الصدارة، وبطبيعة الحال سموحة عنده الرغبة العارمة في انه يحسن مركزه في جدول المسابقة، وده بطبيعة الحال حق مشروع جدا. وعلى فكرة برضو يا كريم خليني أضيف هنا، سموحة وقت صعوده لو حضراتكم فاكرين للدوري الممتاز تقريبا أو تحديدا كان 2010، هو يعني كان نبض قوي، ممكن تلاقيه في كمان أسوأ الحالات بتاعته لكن بيقدم ماتش قوي جدا تحديدا قدام الأهلي، ممكن كمان يكون يعني العكس. عشان كده أنت بتقول أو كل مدرب بيركز على تعزيز خلينا نقول الدوافع عند اللعيبة، وخاصة أنت بتتكلم إن الأهلي برضو بيخوض مباراة كل تقريبا 3 أيام، فبجانب التجهيز الفني بدني هيكون مهم جدا انت تجهز اللعيبه برده نفسيا، تجديد الدوافع اللي كنا بنتكلم فيه امبارح طبعا مع كابتن فتحي، وقلنا قد ايه ده مهم، لان انت مع كل البطولات ومع كم التحديات اللي عندك والمنافسات اوقات الواحد بيحس ان هو خلاص فقد الشغف، دي نقطه على فكره تبقى صعبه جدا، فلازم يكون في شغل على النقطه دي. في مديرين فنيين بيركزوا على الجانب الفني فقط، وفي ناس بتركز على الجانب الفني مع الجانب النفسي، اعتقد لازم يكون في تركيز على الاثنين. احنا عندنا شويه في يعني خلينا نقول في مصر او في الوطن العربي ما فيش اهتمام قوي، ما فيش تركيز قوي على الحته النفسيه، ما بنؤمنش قوي ان احنا نفسيا محتاجين، حتى في لعيبه بتتكسف من ده، لكن طبعا الكلام ده علميا غير سليم تماما، وعالميا كل اللعيبه الكبيره اللي ليها اسماء كبيره جدا عندها حتى اخصائي نفسي ليها شخصيا صحيح. مش بس للفريق، فده او دي نقطه مهمه جدا، وحتى ان كانت معنويات الفريق والنفسيه في جاهزيه كبيره، حتى لو كان فنيا هو بيواجه فريق اصعب منه ممكن يؤثر بشكل ايجابي جدا عليه لو كان جاهز من الجانب ده. على كل حال خلينا نتكلم عن تاريخ مواجهات هنا الفريقين، هم اتقابلوا في 26 مرة، الأهلي كسب في 13 واتعادلوا في 8، سموحة فاز في 5، يعني فارق كبير طبعا، لكن برضو ده بتتكلم في الدوري بس، لكن في الكاس كمان اتقابلوا 4 مرات، الأهلي فاز في 3، سموحة فازت مرة واحدة، وبرضو هنرجع نقول جاب كبير جدا بين الاثنين، لكن ده ما يديش أبدا اطمئنان. احنا شفنا يعني مدياما يعني للأسف. على كل حال مباريات بتبقى متوقعة أو متوقع أن هي هتثير أو هتمشي بشكل معين، لكن الموضوع بيختلف تماما، ما فيش حاجة مضمونة خلينا نقول في لغة كرة القدم أبدا، سواء على مستوى المنتخبات أو على مستوى صحيح. الأندية طبعا كنا بنقولها بكذا صيغة كام يوم اللي فاتوا، لما جت سيرة أن أنت بتلعب فريق مغمور أو مجهول بالنسبة لنا، فالمجهول ده ما تبقاش ضامن، ما أنت ممكن تتفاجئ أنه بيجي قدام النادي الأهلي ويتغول بشكل أو بآخر،
اكيد لازم نكون عاملين حساب ان احنا بنلعب منافس قوي ايا كان مين هو المنافس ده، وعلى مستوى كل البطولات. وده اللي النادي الاهلي الحقيقه بيعمله بشكل ملحوظ، وخاصه في الفتره الاخيره. رجوعا بقى لتفصيله ان احنا عندنا ضغط مباريات، فاحنا فعلا زي ما نهاوند بتقول لحضراتكم احنا تقريبا يعني نكاد نكون عندنا ماتش كل 3 ايام. يعني عندنا بنتكلم بكره ان شاء الله على ماتش سموحه، وبعده يانج افريكانز يوم السبت اللي جاي ان شاء الله. طبعا ضغط مباريات يعني هيستيري الحقيقه، لكن برضو نرجع ونقول لعيبه النادي الاهلي قدها وقدود، وعندهم من الثبات الانفعالي ما يكفي للتعامل مع كل البطولات اللي النادي الاهلي بيشارك فيها.